ببداية هذه الفقرة وقبل ما نروح لعناوين الصحف صباح هذا اليوم، بينضم لنا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ إبراهيم بيرم. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ. صباح النور إليك وللمشاهدين الكرام. عم شوف عندك اليوم مقال بجريدة النهار بيحمل عنوان أنه هذه هي خيارات بري للرد على محاصريه. اليوم نحن أمام مشهد جديد، المعارضة توحدت على اسم جهاد أزعور، بات عنا مرشحين، سليمان فرنجية جهاد أزعور. شو بده يعمل الرئيس نبيه بري؟ شو معلوماتك؟ العنوان هو مثل ما شايف في مواجهة، يعني لن يستسلم ولن ينصاف كما تقول مصادر لنا، يعني انه هي بالنسبه له هو يعني المرشح او المبادر الاول الى ترشيح يعني زعيم تيار المرض سليمان الفرنجية، وانه هي الهجمه المرتده اذا صح التعبير عفوا من جانب المعارضه يعني سيواجهها بخيارات متعدده، منها مثلا اليوم انه امكانيه انه يدعو الى عقد جلسه لمجلس النواب بمنتصف الشهر الجاري حتى يخفف من وطأة الضغوط عليه انه انت مسكر المجلس، وهذا الامر يعني مش طبيعي. منها ايضا يعني اعاده تظهير المعركه بشكل اصطفافي، يعني في معسكرين الان، واحد مع زعور وواحد ضد زعور، او واحد مع سليمان فرنجي وواحد ضد سليمان فرنجي. هذا التسويه الاصح برايي، يعني لانه طبعا اللي يعني معسكر زعور مش موحد على زعور نفسه، في تقاطع مصالح. نعم. والثاني ايضا يعني اكثر تماسك عن الفريق الثاني الفرنجيين. برايك قد يدعو لجلسه الرئيس نبيه بري؟ وساعتها شو بيصير؟ بيطير النصاب بثاني دوره؟ ما هون السؤال، يعني شو هي خياراته بهذا الموضوع؟ انا اعتقد انه مضطر الى ان يدعو الى جلسه حتى حددوا البعض 16 شهر الجاري يعني او 15 حسب ما سمعت منه. فبالتالي يعني هذا الامر يعني صح ودعي ودعا الى جلسه، معناتها عم يسحب فتيل الضغط عليه، لانه هذه الايد اللي بتوجعه مثل ما بينقال، لانه انت مسكر المجلس وهذا الاتهام اجى من الكركي نفسه. طبعا مضطر بهالحاله يعني يدعو الى جلسه. طيب استاذ رح اسالك الاسئله. نعم. سريعه لانه نحن الوقت دهمنا للاسف، يعني ليش رحنا الى هذا الخطاب المتوتر والعالي النبره بوجه بكركي من قبل المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى ورئيسه؟ ليش؟ مجلس الشيعي الاعلى. نعم. اي صحيح، يعني لانه في كلام للبطرك منسوب اعتبره مثل ما بتقولي المرجعيه الشيعيه، وكانه نوع من الموسيقى يعني، او على الاقل نوع من النايل من الشريك في الوطن، طرد بهذه الطريقه، سواء كان الزلمه يقصد او لا يقصد، عندما بيقول انه انا بدي اتصل او اتواصل مع كل الفرقات بما فيهم حزب الله، هذا اعتبرته يعني المراجع الشيعيه وكانه في اساءه لها. لذلك كان الرد يعني. اوكي ممتاز. نحن اليوم تخشى من مواجهه طائفيه، يعني صرنا المسيحيين مع جهاد أزعور، ثنائي الشيعي مع سليمان فرنجية، لهلا هيك المشهد. ايه، واللي يركبوا هذا كلام عن انه في طائفه مغيبه اللي هي الطائفه السنيه الكريمه. نعم. دورها معدوم تقريبا، وبالتالي في نوع من الانكفاء من قبل هذا، فبدا وكانه المشهد في تصدي، علما بانه لا، في قوى سنيه موجوده على اصطفافين، يعني في سنه مولي مع ايه. طيب استاذ بيرم، سؤال هيك مبين القصه صارت السؤال، شو اللي صار بعين التينة؟ وفي رسالة سياسية أراد توجيهها الرئيس بري من بعد لقائه بقائد الجيش والإفراج عن مرسوم ترقية ضباط دورة الـ 94 المعروفين باسم دورة عون، يعني عم يبعث رسالة أنه إذا أنتم رايحين باتجاه جهاد أزعور أنا برجع إلى خيار قائد الجيش كما قرأ البعض؟ نعم أنا أعتبر ذلك، يعني أنا اجنح الى القول بانه هذا صحيح، يعني لانه ثاني يوم صديقنا الاستاذ ناصر قنديل كتب بجريده البناء انه يعني يشعجع ويابسي، الخيار الاقرب هو قائد الجيش مش أزعور. فرساله صحيح بالسياسه، تعرف يعني رسائل من فوق الطاوله ورسائل من تحت الطاوله، هي رساله فوق الطاوله على ما اعتقد، مش عن يعني مش عابره قصه استقبال قائد الجيش وقصه الترقيات يعني.
بس هي قصة حزب كبيرة يا الشراع أستاذ. أعتقد. ما هن نعم عم ما الثنائي الشيعي يتهم الفريق الآخر إنه مرشحكم مناورة تنوصل لقائد الجيش، بيقوم بيسبقهم الرئيس بري وبيروح لقائد في الجيش. ممكن في كلام من هذا القبيل، ما في شيء ثابت بعده، يعني الامور كلها مثل ما شايفه رسائل ورسائل ضغط والى اخره، كل الناس تستعمل. هلا انا برايي في وقت ضايع، الكل عم بيحاول يمليه لشغلات معينه بضغوط معينه. اوكي، لا رئيس بالمدى المنظور برأيك، يعني راحت لآخر الصيف تختم معك؟ يعني هذا الموعد نعم بسمعه حقيقة، بس أنا لا أتبناه. لا الوضع تتبناه، إيه ممكن يصير تحرك في الوضع، مفاجأة. ممكن تحرك الوضع، يعني في ضغوط، في حركة، في حراك سياسي فوق المعتاد فوق المألوف. عظيم. فشو بينتج حقيقة ما حدا عنده الجواب، يعني بس إنه ما يمكن الاحتمال اللي عم تحكي فيه إنه ممكن هلا نعم البادي هلا إنه في فراغ نعم أو في شهور، يعني إطالة أمد الشهور لحد ما. أستاذ إبراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي، أنا بدي أشكرك على هذه الإطلالة، ونحن موعودين فيك بإطلالة أطول ببرنامج حاضر نبض حاضر بيروت إذا الله راد. شكرا كثير لك.